أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا أنا آسف كثير، وبصراحة الأخ نيروز عنده مشكلة تقنية ما قدر يدخل معنا بالوقت المحدد، فتأخرنا ربع ساعة، وأعتذر كثير على الموضوع هذا. على كل حال الأخ نيروز راح يشاركنا بسكايب، فخلونا نرحب بالأخ نيروز. أهلا وسهلا فيك نيروز. شكرا أخ جانو على هذا اللقاء. أنا في البداية أعتذر من الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات على هذا التقصير التكنيكي. أنا حاولت كثير أن أتصل معك مع الهانج أوت بس ما صار أخ جانو. أعتذر إليك وأعتذر للأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأشكرك مرة ثانية أنه استضافتني برنامجك الحلو هذا حتى نتعرف مع الأخوة والأخوات العرب أو المتكلمين باللغة العربية. أكيد أكيد نيروز، وبصراحة يعني أنا بعتذر للأصدقاء مرة تانية، يعني أنا آسف كتير. ما المهم وحصلناك يعني حتى على سكايب. فتفضل أخي نيروز، الميكروفون معك، وطبعا موضوعنا موضوع الأكراد. شو بتقدر تقولنا عن تاريخ الأكراد؟ تفضل. نعم، شكرا أخ جانو. طبعا أنا بالبداية أنت تعرفني أنه أنا اختصاصي مش هو التاريخ، يعني أنا يعني فنان ومترجم، ما عندي نشاطات أخرى، نشاطات سياسية، بس لكوني كنت ضمن الثورة الكردية ومقاتل لمدة 9 سنين، وعشت في تركيا وإيران وسوريا وفي أوروبا، وكنت كادر سياسي، فعندي معلومات حول شعبنا أو الأمة الكردية وعن بعض من تاريخها. إذا نرجع نتكلم حول الكرد أو كردستان، طبعا كردستان هي متشكلة من كلمتين، كرد بمعنى الجد أو البطل، بطل الجبال. كرد هو معناه الجبل، كرد يعني الإنسان الجبلي، أو جد بمعنى الضخم، أي بمعنى أنه بطل الجبال. ستان هي بمعنى أنه وطن، وطن. فكردستان هي موطن الأكراد. وعندنا نفس الكلام، يا عندما مثلا يسألون أنه شنو لغتك، إحنا نقول إحنا لغتنا الكرمانجية. الكرمانجية، الكرمانجية من جاية؟ جاية من الكرد، كلمة كرد زائدا مان، زائد إضافة مان، مان يعني ملوك، يعني إنسان. جرمانجي هي جاية من الجرمانجي، جرمانجي، جرمانجي يعني أن الضخم الإنسان، هذه الترجمة الحرفية، أما بالترجمة المعنوية بالنسبة للغة العربية راح تصير الإنسان الضخم، أو بمعنى الإنسان البطل أو بطل الجبال. وتعود هذه الكلمة إلى اللغة الألمانية أيضا. إذا تشوف اللغة الألمانية مكتوبة جر زائدا ما، جر ما، هذه قاعدة لها، يعني الإنسان الفرد. مان هذه معناتها باللغات الهند أوروبية وباللغات السنسكريتية ترجع معناتها مروب، أي الإنسان. فكرد أو كرمانجي أو كردمان من الناحية التاريخية عايدة إلى هذا الشيء. عندنا مثلا أرمن، أرمن، الأرمن، الأرمن طبعا هم أبناء عمام الأكراد. أرمن عايدة إلى، جاية من الآريا أو العرض أو الأرض، بالعربي استعرف الأرض، أرض زائدا ماء. فكرمان جاية من هذه. إحنا يعني الشعوب مختلطة، شعوب كنا في كردستان، وجاءت شعوب أخرى اختلطت معنا مثلا الميديين، وأصبحنا كرد. الكرد وستان هذه كتعريف للأخوة العرب، احنا هذه كتعريف بسيط للكرد وكردستان. طبعا احنا تعدادنا ما معلوم لحد الآن، ولكن يقال انه احنا أكثر من 50 مليون نسمة، وعندنا 5 لهجات. عندنا اللهجة الكرمانجية، واللهجة السورانية، واللهجة اللورية، واللهجة القورانية، واللهجة الزازاكية.
ابي عائده الى اللغات الايرانيه، لان احنا ايضا عائدين الى عائله اللغات الايرانيه، احنا مع الايرانيين. من اقصد الايرانيين لا اقصد الفرس وحدهم، الفرس ايضا شعوب من عندنا يعني، لكن اقصد مجموع الشعوب الايرانيه اللي كانت موجوده هناك. وهذه اللغات ترجع الى الهند الاوروبيه، وهذه الهند الاوروبيه ترجع الى السنسكريتيه، ومن ضمنها مثلا اللغه الالمانيه، اللغه الانجليزيه، هذه كلها تعود الى اصلها الى لغه الام، اللغه السنسكريتيه. على ما اعتقد انه في اوروبا جميع اللغات الاوروبيه تعود الى السنسكريتيه، ما عدا ثلاث او اربع لغات، مثلا لغه الهنغاريه او لغه الباس في اسبانيا، واللغه الفنلنديه على ما اعتقد. هذه اللغات هي غير لغات اريه، وترجع الى اللغات السنسكريتيه ولغات الهند الاوروبيه. واحنا الاكراد ايضا كفرد، طبعا كلمه اكراد هذه معيبه، الاخوه العرب يطلقون علينا اكراد حتى ينقصون من قيمتنا، ولا احنا كرد. طبعا قد ما نقول انه ايران او اللغات الايرانيه، ايران معناتها كردستان، معناتها ارمنستان، معناتها تركمانستان، معناتها اوزبكستان، معناتها اذربيجان، معناتها طاجكستان، وقسم من الصين وقسم من كردستان. هذه هي المناطق اللي تسمى ايران تاريخيا. طبعا حلم الايرانيين القوميين وبعض الكرد القوميين انه ترجع هذه الامبراطوريه القديمه من ارمنستان الى الخليج الفارسي، لانهم هم يعتبرون الخليج الفارسي، الخليج هو خليج فارسي، واخذ منهم جبرا، وهذه المناطق الخليجيه هذه كلها تعود الى ايران. وضمن طبعا العراق هذه يعني هذه ايرانيه بالاصل. فاحنا كانت لدينا عده ديانات. اليزدائية هي الديانة الأساسية أو الإزدائية، الديانة الأساسية للكرد كانت، بس تفرعت من الإزدائية أديان أخرى، مثلا الزردشتية وأقسام أخرى. هذا الوقت الحاضر اللي أفكر به أخ جارب، ما أعرف أنه أعتذر أنا جيت متأخر وما حكينا مع البعض حول إيش راح نتكلم، فإذا عندك سؤال شيء حتى يصير الموضوع شيق. هو بصراحة أخي نيروز، يعني نحن بدنا نعرف الجذور الأساسية للأكراد، يعني بدايات الأكراد، مثلا الديانة الكردية، إذا في ديانات، في خصوصية الشعب الكردي. نحن بدنا نعرف المستمع أو المشاهد مين هن الأكراد، يعني المتكلمين باللغة العربية ما بيعرفوا شيء عن الأكراد. نعم، فنبدأ من تاريخهم، من إذا في كان إمبراطوريات صارت كردية، إذا شو علاقة الأكراد بالزردشتية، تفضل. نعم، أخ جانو، المؤرخ الكردي الله يرحمه محمد أمين زكي، اللي ولد سنة 1880 وتوفى، انتقل إلى رحمة الله 1945. انتقل إلى رحمة الله. يعني مات محمد، لأنه بالنسبة لنا هو مؤرخ كبير، فله احترام كبير عندي، فهذا التعبير يعني عبارة عن مسألة احترام وليس إيمانا بأي دين. أنت تعرفني أنه أنا لا ديني، لا أؤمن بأي دين، أكيد. لكن عندي ربما أكون في إله أو قوة أو إنرجي أو شيء من هذا القبيل، لكن أنا يعني لا ديني ولا عندي أي علاقة بأي دين. فهو يقول إحنا الكرد أصلنا من قبائل كردية بالأصل، من مثلا لولو، الكوتي، الكردي، أو الجوتي، أو الجودي بالنسبة لجبل جودي، كاساي، سوباري، خالدي، ميتاني، نايري. يقول هذه كلها امتزجوا
من اجوا الميديين من الهند من اوروبا. وطبعا هذه احدى النظريات هو اللي يقول في هناك كثير من ال مو النظريات، اكو يعني اراء اخرى للناس اخرين اكراد وغير اكراد مؤرخين غير مؤرخين انه حول اصول الكرد. فيقول هذا يقول انه الميدين الجوي من المانيا ومن اوروبا ومن الهند واختلطوا. مثلا عندنا في كردستان عشيره نسميهم شقاق. هذه يقول لك اصل هذول الشقاق هم السكاكن الالمانيه، لانه الخبراء راحوا دارسين هذه العشيره وشايفين الملابس مالهم وكيف كانوا يحاربون ومثلا العادات والتقاليد، فقريبه جدا عن القبيله الالمانيه السكاكن. مثلا انجلو ساكسون اللي جو البريطانيا احتلوا بريطانيا، قبيلتين المانيتين انجلو وساكسون. فيقول لك انه الشقاق هذول جزء من هالقبيله السكاك، بس ما معروف انه هم رايحين من كردستان الى اوروبا او من اوروبا جايين الى كردستان الى ايران. في اكو اختلافات نظر حول هذا الموضوع. وطبعا هناك تحيزات بالموضوع، انه هناك تحيزات دينيه، هناك تحيزات قوميه من خلال الموضوع، هناك ناس ايضا موضوعيين غير متحيزين لهذا الامر. فهذا الامر انه احنا يقول لك احنا من لولو كوتي وبعدين هذول البيديني جو صرنا قوم كرد. ويقول لك دياكو هو اصل الميديين، وهذا دياكو كان زعيم الميديين، كان يسكن منطقه جبال زاكروس. في خلال القرن السابع الميلادي الكرد شكلوا اول امبراطورية ميديا سنة 633، وبعدين امتدت هذه الامبراطورية إلى أذربيجان ومنها إلى أفغانستان امتدت هذه الامبراطورية. طبعا كانوا المعتقد الديني بذاك الزمان كان هو الزردشتية. الكرد اعتنقوا الديانة الزردشتية، هم الكرد اعتنقوا الإيزيدية والزردشتية. وفي ذاك الزمان يقول اعترفوا الديانة الزردشتية، وسنة 600 وقصور حكموا عاصمة الآشوريين اللي في نينوى. نينوى اللي الآن هي في موصل. نينوى هي كلمة كردية وكلمة هندو أوروبية. نينوى يعني جاء من الني آبا، ني ني نيو، هذا معناته الجديد. نينوى آبا 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 يعني البناء الجديد، البناء. نينوى آبا لأنه جاء الآب أيضا تعطي معنى النهر أو الماء، فالبناء الجديد على الماء، البناء الجديد على نهر دجلة. هم الميديين الكرد قضوا على الإمبراطورية الآشورية، وبعدين إجا ابن عمهم كوروش الفارسي قضى على الامبراطورية الميدية، وهو هذا الامبراطور الاخميني كوروش، واللي اسمه يذكر بالقرآن، يعني القرآن ذاكر اسم هذا. اما الديانة الزردشتية الكرد يعتقدون انه هو ولد في كردستان، قسم يقولون انه هو ولد في مدينة سردشت، هذه واقعة في شرق كردستان الآن تحت ضمن الحكومة الإيرانية تحت الاحتلال الإيراني سردشت. والقسم الآخر يعتقدون أن ولا هذا زردشت ولد في أوربية، أوربية أيضا في إيران ولكن على الحدود التركية هناك. طبعا هي المدينتين كرديتين، يعني كرديتين. فيقول لك نسبة كلمة زردشت هي جاية من سردشت، يعني اسم المدينة سردشت، سار يعني معناته فوق، نفس الكلمة بالإنجليزية عندما تقول مثلا سير نيم، سير نيم يعني سار، فوق نيم يعني الاسم،
فوق اسمك بمعنى اللقب. يقولون انه زردشت جايه من 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 هذه من سردش، والقسم الاخر يقولون لا جايه من 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 هو ولد في أورمية. طبعا زردشت بالنسبه لنا يعتبر نبي كردي، وهو هو عنده معتقد انه عنده ثلاث شغلات بالديانه الزردشتيه. يقول لك بالفارسي يقول لك انديشيني كفتاريني كرداريني، يعني الفكر الحسن، الفكر الحسن والقول الجيد والعمل الجيد، هذه مثل مبادئ لهذه الفلسفه. واذا انت كنت شاب لازم تكون عندك حكمه الانسان الحكيم اللي معمر بالعمر، واذا كنت عجوز وشايب لازم تكون عندك روح الانسان الشاب. وهم بعدهم معتقدات عندهم انه يقولون اهورا مازدا، اهورا مازدا هو اله الخير، واهريمان هو اله الشر. هذا هو المعتقد. هو يعتقد انه كل شيء موجود بالحياه، قبل كل شيء هو موجود في العقل، في يعني في 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 المخ، ومن خلال المخ اذا كان مخك صافي وكان مخك انه جيد وايجابي، فهذا المخ راح ياثر على الكلام وكلامك راح يكون جيد، اذا ما كلامك راح يكون جيد فعالك راح يكون جيدا. هذا تحليله. طبعا بالتحليل البشري مو كل البشر يمشون وراء هذا القاعده مال زردشت انه فكر جيد قول جيد عمل جيد. هناك من يعاكس هذه النظريه، هناك من يفعل ويقول وبعدين يفكر، وهناك من يقول ويفعل بعدين من يفكر، وهناك من يفعل ويفكر وبعدين يقول. وهذه عملية معقدة، يعني البشر عندهم، وهناك من لا يفكر نهائيا. انا كنت جاي على طيب انا اصدقائي، يعني انا بعتذر كثير بصراحة لهالاتصال هذا، هو بده يكون عبر سكايب، وانا يعني السكايب البرنامج ما بقدر افتحه لانه عم سكايب الخاص عم بتصل بالاخ نيروز، وانا كنت اتمنى يكون معنا على الهانج اوت مباشر، ولكن للاسف العمليه تعقدت معنا والاخ نيروز صار عنده مشكله تقنيه. على كل إن انا بتمنى منكم اصدقائي انه تشاركونا بالاسئله، وانا راح اشوف اذا في عنا اي اسئله هلا على اليوتيوب. بتمنى منكم المشاركه، وراح ارجع طبعا للاخ، راح ارجع لك اخي نيروز بكم شويه اسئله كمان على راسي. طبعا مثل ما قلت انا اختصاصي مش تاريخ، يعني تعرف، بس حتى شويه يعني تعريف بسيط بالنسبه للاخوه العرب او الناطقين باللغه العربيه حتى يكون عندهم معلومه انه يعني كردي عم يحكي عن تاريخه، مش واحد غريب عم يجي يتكلم عن تاريخ الكرد ويزور بحاله. بالضبط. على كل فهذه الامبراطوريه الاولى اللي كانت عندنا، وصارت عندنا امبراطوريه اخرى سموها كوردوخ، وهي تقريبا ثاني كيان مستقل، وطولت هذه كوردوخ الى 90 سنه. وبعدين اجوا الارمن اللي هم ابناء عمام الاكراد، اجوا الارمن وقضوا على هذه الامبراطوريه. معلش انا بس خلي انا عم امسك الكاميرا بايدي المعذره. يا ريت كمان تعلي صوتك، لانه في اخ عم بيقول الصوت شوي ما واضح كمان. يا ريت تعلي صوتك كمان يا اخي. هيك هلا عم يجي الصوت مليح؟ الصوت كويس، تفضل. عن 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 الكاميرا. بعدين اجوا الرومان سنه 66 يعني قبل الميلاد، وبعدين صارت عندنا كيانات مستقله صغيره، دويلات او امارات مثل ما تسميها، مثلا الدوله الدوستيكيه والدوله الاردلانيه والدوله البرزيغانيه والشدابيه والعنازية، وعندنا بعدين صارت عندنا الدولة السورانية
وبعدين اجتني الدوله البهدينانيه. طبعا الدوله البهدينانيه، كلمه بهدينان هي اساسا مرتبطه بالديانه الزردشتيه. به معناته الريحه او الكثير، به مثلا باللغات الهند اوروبيه هذه، وبه دينان دين، هذه كلمه دين مش كلمه عربيه، هذه كلمه سانسكريتيه. دين تنطي بالسانسكريتية او باللغات الايرانيه تنطي معنيين، تنطي معناتها المجنون او المتطرف، وتنطي معنى المتدين. وبه دين، به دين يعني الدين المفضل او افضل الدين، لان الزردشتين كانوا يعتبرون نفسهم عندهم افضل دين، لانه عندهم هذه القول الحسن والفكر الحسن والعمل الحسن، فيعتبرون هذه افضل ما يكون بالدنيا. فبه دين الان، وحتى الان الزردشتين ما يطلقون على انفسهم زردشتين، يقولون نحن بهدينيين او بهدينيين باللغه الفارسيه، بحيث ما اتكلم معاهم يقولون نحن بهدينيين، يعني معناته افضل الديانه. بعدين عندنا صارت عندنا امارات اخرى، هلا ما ذكر كلهم، بس صارت عندنا امارات بوتان، هذه كلش مهمه، وحدثت ثورات للكرد يعني كثيره. عفوا اخ جانا، ما خليتك تتكلم وتسال. لا ولا يهمك ولا يهمك. طيب شو رايك تحكي لنا بدخول الاسلام، دخول الاسلام للمناطق الكرديه، او دخول الاكراد في الاسلام، اذا من البدايات؟ نعم. اذا في عندك اي معلومات. ما عندي اطلاع كامل حول هذا الموضوع، بس انه دخول الاسلام، دخول الاكراد للاسلام، مبين انه من زمان الخليفه عمر بن الخطاب، ويقال انه عياض بن الغنم اللي دخل العراق، اللي طرق ابواب العراق، وعندما فتح، يعني هو غزا واحتل، ما فتح، عندما فتح العراق وبعدين القعقاع جاب رايه على اساس رايه الاسلام، فعندما دخل العراق كردستان ايضا احتلت من قبل الاسلام. الاسلام دخل بالسيف الى العراق والى كردستان، وصارت مذابح كثيره، لكن طبعا المسلمين، قسم المسلمين انه يريدون يجملون هذا الموضوع ويسوون هذا تجميل او ترقيع للمساله، يقول لك لا، انه الكرد انه دخلوا بالاسلام برساله واحده، وانه الحقيقه لا، الحقيقه ويقول لك انه اجى الاسلام حتى ينقذ الكرد من الساسانيين. معلوم الساسانيين، الامبراطوريه الساسانيه، اصحاب الامبراطوريه الساسانيه هو الكرد، يعني يزغد الساساني الثالث هو كان كردي، امبراطور كردي، وكان على خلاف مع ابناء عمامه الفرس والبلوج وغير البلوج، كان في صراع، والامبراطوريه الايرانيه كانت تتاكل شويه شويه، وديانه الزردشتيه صارت قديمه، وبعدين جو المسلمين وانتظروا تقريبا 15 سنه على الحدود الايرانيه، والى ما ان تاكلت الامبراطوريه الايرانيه نفسها، فقاموا ب يعني الانقاض على الامبراطوريه الايرانيه، ومن ضمنها راحت بها كردستان. بالنسبه للغات الايرانيه، بالنسبه للغه، يعتبرون العراق كله ايراني، ما يعتبروا عربي، يعتبرون العرب هم جوي كغزات احتلوا العراق، البدو جوي كغزات احتلوا العراق، وحتى كلمه عراق ما يعتبروها كلمه عربيه، اللي يقول لك كلمه العراق ما موجوده بالقاموس العربي، مثلا اذا شوف بالقاموس العربي مكتوب انه العراق نسبه الى الطير يسمى العراق. لا، الايرانيين عندهم تفسير اخر، الايرانيين يقولون لا، كلمه عراق هي كلمه ايرانيه، الارا معناتها العلو، العلو. وهناك من يقول لك لا، انه الايراني يقول لك انه كلمه عراق جاء من الاراك، الاراك هذه معناتها الاراضي المنخفضه، مثلا كان يطلق على البصره وحواليها الاراك، واراك اصبحت شويه شويه انه عراق، ولحد الان موجود في
في إيران، موجود إقليم في إيران اسمه منطقة أراك. أراك هذه طبعا في منطقة فارس في إيران. الكرد الوحيدين في إيران يسمون أراك ذيك المنطقة عراق. وبالنسبة لبغداد أيضا هم ما يعتبروها أنه هذه كلمة عربية، لأنه العرب اصطنعوا هذه الكلمة معاني لبغداد، سووها بغداد والأتراك جاوا جاية من البيك. الإيرانيين عندهم استراخ، عندهم أنه بغداد جاية من الباغ، حديقة داد من العدالة، حديقة العدالة. فبالنسبة للمسلمين يعتبرون أنه هم دخلوا كردستان من دون قتال، وجابوا راية الحرية والعدالة والمساواة والعزة والكرامة، ويعني حرروا الكرد من الساسانيين، الظلم الساسانيين وظلم الإيرانيين. طبعا هذا كلام يعني ما يقبل العقل، وهذه ما نستغرب من هذا الكلام، لأنه مع الأسف هذه موجودة بالإسلام وبالعرب. يغيرون بالتاريخ، يغيرون بالأسامي، يغيرون بالمواقع، يغيرون تاريخ شعوب البشر، يغيرون لغات البشر، ويحاولون يصهرون كل شيء ضمن هذه العقلية البدوية، العقلية مع الأسف أقولها عقلية فاشية. يعني مثلا أنا أقول لك كلمة أميديا، أميديا جاية من الإمبراطورية الميدية. أميديا في كردستان، عندنا الآن مدينة في كردستان الجنوبية اسمها أميديا، وعندنا مدينة في كردستان الشمالية عاصمة كبيرة اسمها أميديا واللي تسمى بديار بكر. هذه الكلمة أميديا العرب بالعراق لأنهم محتلين فغيروا كلمة أميديا إلى عمادية، وقالوا يابا أنتم نسبة إلى الملة عماد الدين، هذه المدينة سميت باسم عماد الدين، وهذه المدينة عمرها أنه 400 سنة أو 300 سنة إلى الحدود. بينما ترجع أميديا إلى إحدى عواصم الإمبراطورية الميدية اللي كانت على ما أقل هو 3000 سنة. مثلا جوي لمدينة اسمها عقرة، عقرة سموها يعني هي بالأساس كانت أكري، وسموها أنه عقرة في عقر داري، ما لها أي علاقة بعقر داري. أكري هي منطقة مدينة جبلية يعني عالية. أكري باللغات الهندو-أوروبية ومن ضمنها اللغة اليونانية معناتها يعني عالي. أكري مثلا كلمة أكروبات باللغة الإنجليزية، على الجمباز اللي يلعب على الحبل بالعالي، أكروبات جاية من أنه هذا اللاعب اللي يلعب بالأعالي. فمثلا أكري أصبحت عقرة، وهكذا يعني التاريخ الإسلامي كله وبالخصوص العرب يغيرون من تاريخ الشعوب ومن لغات الشعوب، ويغيرون يعني مع الأسف بشكل يعني سلبي وغير مهتمين للحقيقة. يعني دائما يلوون الحقيقة لمصالحهم الشخصية ولأفكارهم. بكل تأكيد. شو رأيك نروح على صلاح الدين؟ صلاح الدين هذا اللي القامة الإسلامية اللي العرب بصراحة، يعني أنا تربيت في مدينة حلب، يعني أيام الحركة التصحيحية اللي جماعة حزب البعث، وفهمونا أنه أصلا صلاح الدين عربي. يعني فيا ريت تحكي لنا شيء عن صلاح الدين وأصول صلاح الدين، شو تأثير صلاح الدين كان بالمنطقة عموما. تفضل. نعم أخي، والله أنا معلوماتي على صلاح الدين هي مثل معلوماتك. وبالنسبة لصلاح الدين هو بالأساس كردي، وأنا زرت قبره مرتين في الشام. يعني أنا طبعا أشتي سوريا وأحب سوريا كثير وأحب شعبها كثير. أنا زرت قبره مرتين في الشام، وكان طبعا صلاح الدين هو بالقبر مكتوب أنه القائد الإسلامي العظيم ولد من أحد بطون الأكراد. هذا بالقبر ماله مكتوب بالشام. هو كردي بالأساس،
لكن العرب من عادتهم أنه كل عالم كبير، مثلا ابن سينا يعملوه عربي، صلاح الدين يعملوه عربي، هو إسلامي يعملوه عربي، مثلا ابن تيمية اللي ربما راح يضرنا إذا نقول أنه هو كردي، لكن هو بالأساس كردي، لازم نكون موضوعين، إذا كان يضرنا ما يضرنا، فصلاح الدين أيضا كردي ومن تكريت، والتكريت هي بالأساس كانت تكريت يعني كردية كانت، أو مثلا سامراء، سامراء كانت كلمة كردية، سامراء مثلا سا باللغة الكردية، باللغات الكردية أو باللغات الإيرانية سا تنطي معنى الكل، السا هذا معناته الكل، فسامراء مارا هي كانت بالأساس سامارا، مارا مارا باللغة الهند أوروبية باللغة الكردية معناتها الحية أو الأفعى، الحية عندما تمر على مكان بيطين أو شيء أو مبلل يصير حدود، يصير خطوط، خطوط، فهذه تصير حدود، سامرة معناتها حدود منطقة سامرة، هذه قبل الكرد والإيرانيين كانوا يعيشون على النهر الموجود في سامرة، فكان فيسمونه منطقة الكل سامرة، هي باللغة الفارسية أيضا كلمة مرز معناتها حدود، هي جاية من المارة، من المارة، مثلا أنا لقبي أورامار، أورامار إيش تعني باللغة الكردية؟ أورا يعني الأرض أو الأرض، مار يعني حدود، مار يعني أفعى، لكن هنا بما أن الأفعى تعمل خطوط فهي فالعرب أنه طبعا هم يعتبرون مثلا عزة إبراهيم الدوري نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس النائب مال صدام حسين، هذا كتب كتاب أنه رجع صلاح الدين إلى أصول عربية، معناته العراق، العراق كله أنه نسبة العربي قليل، إحنا لو نجي إحنا لو نجي ونقارن نسبة العرب الحقيقيين الموجودين بما يسمى في الوطن العربي ليس أكثر من 7% أو 8% حسب قول بعض الكتاب المؤرخين، يعني ليس كل من تكلم اللغة العربية فهو عربي، مثلا بلاد الأمازيغ هذول مش عرب، يعني الفينيقيين هذول مش عرب، وحتى السوريين يعني سوري السريان، فأما العرب هذه عدد بالنسبة لصلاح الدين هو صحيح هو كردي لكن من الناحية السياسية ما خدم القضية الكردية، وش عمل للكرد؟ استغل الكرد، استغل الكرد، جابهم وداهم من ديار بكر ومن كردستان من المناطق كلها وداهم لمصر وحارب الدولة الفاطمية وشكل إمارة صلاح الدين وبقت هذه تقريبا 100 سنة، وراح بعدين إلى السودان إلى منطقة كردفان، هناك ما هناك أيضا وضع حاكم هناك، ولحد الآن إحنا لهذا عندنا كثير من الأخوة المصريين من أصول كرد، يقال عندنا 4 ملايين مصري من أصول كردية، هناك كثير من الكرد في فلسطين، في مصر، في السودان، في المغرب العربي، ولا كلمة المغرب العربي هذه كلمة غير حقيقية، بلاد الأمازيغية. بالنسبة لصلاح الدين هو قائد إسلامي قبل أن يكون، يعني حتى لو كان كردي أنا شرحت إيش استفاد منه مثلا؟ هو قال لك شغلة يعني نيروز، المشكلة إنه هذاك العصر ما كان مطروح المسألة القومية، يعني لأنه مو بس مسألة الإكراد، يعني حتى الفرس ما كان في شيء اسمه الأشياء القومية، اجت بالقرن العشرين مع هتلر ومع هالناس هاي ستالين، وقتها اجى وانولد حزب البعث العربي الاشتراكي وصارت الدول القومية أو هالدول القطرية اللي شفناها ولادات، ولكن كانت الدول دينية، يعني كان من الطبيعي يعني صلاح الدين يكون
قائد إسلامي ودولة إسلامية يعني كان تربطهم طب بس خلينا ندخل كمان نرجع على اليوتيوبك نشوف أصدقائنا يكون في أي تعليقات. في شخص عم بيقول يا ريت لو يكون عربي، مبروك على العرب المجرم الهمجي، ما بيشرفنا هيك شكلات. طيب هو ما كان في شيء اسمه قومي، يعني قوميات ما كان فيها. انا في واحد عم بيقول كريم عم بيقول اخي جان هذا موضوع مهم جدا جدا، تحالف الكرد مع العثمانيين واستخدامهم لضرب المعارضين مع وعود بمكاسب سياسية أو شخصية، وأهم تلك التحالفات مشاركة الكرد في إبادة الأرمن والآشوريين، رجاء وضحوا ذلك. في عندك أي معلومات حول مشاركة الكرد مع العثمانيين بإبادة الأرمن في يعني إن الأتراك استعملوا الأكراد بصراحة في إبادة الأرمن أظن، يعني على حسب معلوماتي يعني استعمال سيء جدا. هو استعمال مش الكرد كقومية، استخدموا بعض الجحوش من الكرد انه لإبادة الأرمن، لانه الكرد ما كان عندهم لا دولة ولا قدرة ولا اي شيء. الدولة العثمانية هم الدولة التركية هي اللي كانت عندها القوة، هي كانت اللي تحكم، فاستغلت الكرد ضد الأرمن، وكما استغلت نفس الكرد ضد الكرد أنفسهم. يعني عندما قامت الثورات في كردستان الشمالية، نفس الترك نفس الأتراك، قصدي الحكومة التركية، طبعا الحكومات التركية استخدموا الكرد نفسهم ضد الكرد أنفسهم. أما بالنسبة لموضوع الآشوريين، هذا موضوع طبعا مؤسف جدا. الأرمن نعم، هو ذكر أنه الآشوريين أيضا. آسف صح هو ذكر الآشوريين أيضا. موضوع الآشوريين موضوع طويل جدا، يعني احنا عشنا سوا مع الآشوريين آلاف السنين مع الأرمن. الأرمن هم يعني الأرمن هم أبناء عمامنا، يعني من نفس الدم احنا. طبعا أنا كشخص كنوروز ما أعترف بمسألة الدم ومسألة العرق ومسألة أنه العرق الآري ولازم يكون أفضل شيء، هذه بالنسبة لي سخافات. احنا يعني نحن كلنا جذورنا ترجع إلى عائلة بشرية واحدة. فالآن الإنجليزي إذا تروح تشوف الدي إن إيه ربما يطلع أفريقي أو يطلع عربي أو يطلع كردي أو يطلع فارسي. هذه 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 من جانب. بالنسبة المشكلة مع الآشوريين وين بدأت؟ الآشوريين كشعب شعب عنيف وشعب قوي وشعب يعني محارب. الآن هم أقلية ومضطهدين خاصة من قبل المسلمين، سواء كانوا في العراق وفي سوريا. لكن عندنا كان قائد كبير في شرق كردستان اسمه المرحوم سمكو شكاك. هذا الحكومة الإيرانية اغتالت أخوه الأكبر بحيلة. طبعا هو كان يقود يعني ضد الحكومة الإيرانية. احنا نتكلم حول سنة 1905 او فيما شابه ذلك، من هذا التاريخ. فسمكو الشكاك كان يسكن مدينة اسمها منطقة أورمية. أورمية بالمناسبة الآشوريين يقولون انه كلمة أورمية هي كلمة آشورية ترجع الى أور معناته مدينة معناته أرض، ومية معناته الماء المياه. والكرد يقولون لها هذه كلمة كردية أنه أور جاء من الأرض ومية من المي، مثلا شراب المي. وهذه ترجع بالنسبة للبحيرة الموجودة، البحيرة المالحة الموجودة في مدينة أورمية اللي أنا عشت فيها شخصيا. فسمكو شكاك هذا كان بطل قومي بالنسبة للكرد. هذا كان في صراع دائما، لأنه الإيرانيين قتلوا أعتقد جده وأخوه، يعني أنا متأكد أنه قد قتل أخوه غدرا،
وبعدين هو كان ذكي جدا واحتل مكان والده ومكان أخوه واسترجع الأراضي مالته، وحتى احتل يعني هو استرجع أورمية، مدينة أورمية الكبيرة كلها وسلماس اللي تلك المنطقة، واستولى على يعني حرر مهابات أيضا في تلك الفترة. لكن بعض العشائر الكردية هناك في شرق كردستان كانت لا تزال يعني ضده، وصاروا جحوج مع الحكومة الإيرانية الفرس. خلينا نقول حدثت خلافات بين سمكو الشقاق والآشوريين، وخاصة مع المارشمعون. مارشمعون هذا كان قائد كبير بالنسبة للآشوريين، في معركة قتل بها 500 كردي، وكانوا من عشيرة هذا القائد سمكو الشقاق. فالخلاف صار أكبر، وطبعا هو سمكو الشقاق اجى لكردستان العراق واستقبل استقبال يعني الملوك في السليمانية، الشيخ محمود الحفيد استقبله استقبال هائل، والأتراك في ذلك الزمان رادوا يستخدمون أنه سمكو الشقاق هذا القائد القومي الكبير في كردستان الشرقية وبما يسمى كردستان إيران، بتحالف مع الشيخ محمود اللي كان أعلن الإقرار بأنه الكرد هو ملك كردستان في السليمانية، وكان يحارب الإنجليز، والاثنين إذا على أساس أنه الاثنين يتكاتفون ويقاتلون الإنجليز بدعم من العثمانيين. طبعا الخلافات والآشوريين كانوا في منطقة أورمية وفي منطقة سمكو الشقاق، وكانوا دائما حجر عثرة بالنسبة لسمكو الشقاق. وفي خلال المعارك سمكو كان قوي في المنطقة، كان أقوى واحد بالمنطقة، أقوى من الفرس أيضا، لأنه كان يعني محرر مدينة أورمية كلها، مدينة أورمية مش قليلة كبيرة جدا. فصارت مشاكل بينهم وبين الآشوريين، فهو قتل مار شمعون الآشوري. ولهذا إلى حد الآن الحكومة في إقليم كردستان، أنا سمعت أنه تشعر بحرج أنه تخلي أي اسم شارع أو شيء اسم باسم هذا البطل الكردي اللي اسمه سمكو الشقاق، يعني تجنبا من مشاعر الأخوة الآشوريين الموجودين في كردستان، حتى لا يشعرون بالغضب أنه لأنه هذا سمكو الشقاق قتل مار شمعون. فتجنبا من الحساسية لحد الآن في إقليم كردستان العراق ما يخلون لا اسم شارع حديقة شيء باسم سمكو الشقاق. فهذه الخلافات اللي صارت. أما بالنسبة للأرمن، غدر بالأرمن، والأرمن أيضا كانوا يتعاونون مع روسيا، بما أنه الاثنين الآشوريين والأرمن هم مسيحيين، فكانوا دائما يتعاونون مع من هو غير إسلامي، ومن هو غير إسلامي بالمنطقة كان مثلا روسيا، كان تعاملهم مع روسيا حسب يعني حسب التفاعل والانسجام الديني مع روسيا كان كثير. فحدثت هذه الخلافات، صارت خلافات قومية، خلافات حول الأرض، حول إدارة المنطقة، خلافات حول الدين، هذه صارت مع الأسف. لكن نحن كشعب وكأمة كردية ليس لنا أي ضلع بإبادة الأرمن، لم تكن لنا دولة، لم نكن نحكم، ولم يكن القرار بإيدنا، وكما حدث لهم حدث لنا أيضا. يعني مثلا في زمن صدام حسين كان موجود 280 ألف من الجحوش من الخونة الكرد اللي هم يجون يهجمون على كردستان ويقتلون الكرد، هؤلاء هم كانوا كرد من القومية الكردية لكن كانوا يقتلونه. فهذا لا يعني بأنه القومية الكردية هي اللي كانت ضد الأرمن، لا بالعكس، احنا مع الأرمن اخوان، ومع الآشوريين اخوان، ومع الكلدان اخوان، وعشنا ولا نزال نعيش منذ آلاف السنين في تلك المنطقة. بكل تأكيد نيروز، هو بصراحة يعني المسألة كلها هي دين، الدين هو حروب دينية، يعني كانت حروب دينية، القادة هن كانوا يأمروا والناس كانت تنفذ يعني. فبما كانوا كان في عايشين مع بعض الأكراد والأرمن، فأكيد بده يستعملوا
يستعملوهم ضد بعضهم حتى، وخصوصا يعني انه الارمن مسيحيه والاكراد مسلمين، فالنزعه الدينيه هي والنعرات الدينيه هي الاساس، هي بكل شيء يعني. للاسف الشديد الدين هذا خرب بيتنا من اقدم العصور. تفضل يا وزة، في عندك اي اضافه؟ انا اتفق معك كليا انه الدين تفرق الشعوب، الدين تجلب العنصريه، الدين يجلب الظلام، الدين يجلب التعصب، الدين يعني مرض سرطان الشعوب، سرطان العقول. وانا لا انقد دين معين، انقد كل الاديان، يعني لا اقول انه الدين الاسلامي انه غير جيد والمسيح هو جيد، لا، نفس الشيء، ربما بدرجات، لكن الدين الدين ضرر للشعوب، سرطان للشعوب بصراحة، سرطان العقل. صدقت. هو 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 يعني ما في درجات بصراحة. الدين المسيحي أنجس من الدين الإسلامي، والدين الإسلامي أنجس من المسيحي، لكن يعني هلا بنشوفهم هادين، هلا بنشوفهم مروقين لابسين جرافات، يعني هذا لأنه العلمانية أصلا جناحاتهم هي القصة، يعني ما إنه من طيب خاطر والله هدوا. هن اكثر من قتل العلماء، هن اكثر من سووا الحروب، هن اكثر من سفك الدماء اصلا، يعني اكثر من المسلمين تقريبا. يعني الحروب اللي زي حروب القرون الوسطى بالمانيا وباوروبا عموما، يعني ما بعد حروب، يعني لو بايدهم اسلحه العصر الحديث لكانوا فظعوا. نعم، يعني وحشي نفس الشيء، يعني الدين وعنصرية، لانه ما أنا أقول أنه ديني أفضل من دينك وأنا أفضل من عندك، فهذا التحقير لكرامة الإنسان. يعني ما أقول أنا خير أمة أو أفضل دين أو اليهود أيضا يقولون أفضل الشعب الله المختار، يعني أبوهم على أبو المختار طبعا. هذا ضد حقوق الإنسان، ضد العقلانية، ضد العلمانية، يعني ضد المنطق. المنطق ما يقبل هذا الشيء. انتهى زمن الدين، لأنه الدين كان ضرورة بالنسبة للإنسان، لأنه الإنسان كان يخاف من الطبيعة، كان يخاف من الموت، فقام يبتدع هذه الأفكار أنه في الله وفي قيامه وفي جهنم وفي حساب هذه المسائل. لكن الآن عندنا العلوم، عندنا الاكتشافات، عندنا المنطق، فاحنا ما لازم ننظر للبعض من الجانب الديني. هذا طبعا من ضمن المفروض، يعني انا كعلماني، والعلمانية طبعا هي ضد الدين، يعني قصدي العلمانية يعني بمفهوم سيكولاريزم، يعني بالانجليزي العلمانية، يعني فصل الدين عن السياسة. انا بالنسبة لي مش بس فصل الدين عن السياسة، اصلا خلي الدين في جانب اخر، خلي أصلاً يعني لو كنت أملك القوة لكنت حولت كل المساجد وكل الكنائس وكل هذه الدور العبادية اللي يعبدها الناس كلها إلى مستشفيات وإلى مدارس. أنا كان ألبتك خمارات أحسن شيء. الخمر ضرر ايضا يا اخي، الخمر ماده كيميائيه. امزح، انا بالنسبه لي بصدقا لو اعطوني الاختيار انا حاولها لمكتبات، كلها لمكتبات. نعم، لمدارس مستشفيات، انه لتنوير العقل البشري، لانه بالنسبه الان اذا انا اروح المحكمه واذا اكذب راح اسجن. طيب ليش الأديان، يعني مع احتراماتي، يعني ما أعرف إيش أقول، يوميا عم يكذبون، يوميا كذب في كذب في كذب، ما في أي دليل، وبهذا الكذب يضرون الإنسانية، بس مع ذلك ما أحد يروح يسجنهم، ما أحد يحاكمهم. يعني إحنا لازم نتبع الحقيقة أينما كانت الحقيقة، والحقيقة ما نقدر نفهمها غير بالمنطق. يعني المنطق هو شيء غير متحيز، وبالمنطق راح
تكتشف التناقضات، عندما تكتشف التناقضات تكتشف الأسباب، فهذه هي اللي تؤدي اللي توصلك إلى الحقيقة والحقيقة النسبية. طبعا كل ما تشوف الحقيقة كل ما يكون عندك وعي أنه في حقيقة أخرى، هذه مش الحقيقة الكاملة. الحقيقة المطلقة هذا خداع بالنسبة للإنسان، أقول أنا أمتلك الحقيقة والبقية ما يمتلك الحقيقة. طيب أخي 6000 واحد 6000 ديانة عم تقول نفس الشيء، 6000 دين كل واحد يقول أنا إلهي ونبي وكتابي أفضل من البقية، ومن هالـ6000 ولا واحد ما عندهم دليل واحد دليل واحد يثبتون، ما عندهم ولا دليل واحد. صحيح عليك، ما تؤمن بي لازم أقتلك. يعني هذا أخو الكبير اللي خلق الدنيا، هل هو بحاجة اللي هو يهددني حتى أؤمن بي؟ هي بدك تقنع الـ 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 يعني العقول المسكرة، هاي واحد يفتح له عقلا يشوف فيها، يعني ما بتلاقي غير صرماية يعطيها حيش السامعين. طيب نيروز، خلينا نروح، انا بعرف انت مانك متخصص، واغلبيتنا للاسف الشديد نحن اكراد، ولكن يعني ما بنعرف شيء عن تاريخنا، يعني اغلب الاكراد ما بيعرفوا شيء عن تاريخهم بسبب هال خلينا نقول اللي بالدولتين العربيتين مثلا سوريا والعراق، البعثيين يعني مشوا النظام العروبي بغصب عنا، حتى عنا في حلب في سوريا مناطق كتير عربوها، مثل كوباني سموها عين العرب، عفرين سموها عروبة، في كتير مناطق يعني عربوها بكل معنى الكلمة، وسياسة التعريب كانت فعالة أثناء حكم حزب البعث. وبتركيا بتعرف انت، أتاتورك كمان ترك الأكراد الموجودين بتركيا، وإيران مارست نفس الشيء، تفريس الأكراد. يعني نحن كشعب صدقا ما بنعرف تاريخنا، ما بنعرف لغتنا، أغلبنا ما بيعرف اللغة جيدا، يعني لما أنا وأنت بنحكي نص كلام ندخل فيه عربي، يعني نكون صريحين يعني بكلامنا. على كل إن أنا بتمنى من أصدقائي إذا كمان في حدا كردي مختص بالتاريخ الكردي يجي يفيدنا بحلقة حلقتين عن تاريخ الأكراد، حتى الناس تفهم، حتى نعرف يعني نحن ما عم ننادي بالقومية الكردية، نحن ما عم ننادي بشيء، ولكن في شعب مظلوم، يعني في شعب مظلوم لازم الناس تتعرف عليه. والأمازيغ نفس الشيء، يعني أنا كتر خيره الأخ كريم العبيدي، هو كمان مفكر أمازيغي، راح يكون معنا الأسبوع القادم يوم السبت، ويعني مثل ما بقولوا أتمنى أسوي معه سلسلة من الحلقات للأمازيغ، حتى أن يعرفوا الناس هالشعوب هاي اللي انظلمت من الإسلام، وهالدين الصحراوي اللي دخل عنوة على الناس وخربت الأوطان بصراحة. آخر شيء، تفضل نيروز. نعم رجالة، بالنسبة لسياسة التعريب هذه بالنسبة لحزب البعث الموجود اللي كان موجود في العراق وحزب البعث الحالي في سوريا، هذا امتداد بالنسبة لسياسة التعريب اللي جت من قبل الإسلام، لأنه نحن ربنا روحيا، نحن أصبحنا مسلمين جبرا وبالقتل، وطبعا الكرد قاتلوا الإسلام، قاتلوا وبالآلاف استشهدوا بالنسبة للكرد، وطبعا الكرد أخذوا نساءهم، أخذوا كالسبايا، مثل ما حصل بالنسبة لإخوتنا الإيزيديين، نفس الشيء حصل بالنسبة للإيرانيين وبالنسبة للكرد. فهذه سياسة استمرارية جاء من الإسلام، لأنه حزب البعث، من هو حزب البعث؟ هو على أساس أنه حزب ألماني، لكن ما هو حزب ألماني، حزب قومي مرتبط بالإسلام، لأنه حزب البعث أيضا يمجد الإسلام ويمجد العروبة. وبالنسبة لي الإسلام هو التعريب. ليش هو التعريب؟ طبعا يعني أنا ما عندي حقد على المسلمين أو على أخوتنا المسلمين، أو أنا ما أعترض على كرد أن يصير مسلم، لكن هذه حقائق واقعية لازم واحد يقولها. الإسلام تعريب. ليش هو تعريب؟ مثلا
تفسير القرآن. أنا أتذكر أنه المرحوم ملا خليل الشبك، هذا كان ملا متنور جدا كردي، كان في زمن المرحوم ملا مصطفى كان قائد هذا الملا، كان مع المرحوم ملا مصطفى وكان في إيران. في أواخر عمره أنا التقيت معه، عالم كبير وشاعر كبير ويعني متبحر باللغة العربية والكردية. فهو كان بإيران وترجم اللغة، ترجم القرآن إلى اللغة الكردية، والإيرانيين كادوا أن يعدموه ما قبلوا، مع العلم أنه القرآن مترجم إلى اللغة الفرنسية وإلى الإنجليزية وإلى اللغات الأخرى اللي هي خرجت من أيدي الدول الإسلامية العربية. فالعرب هم عربوا الكثير من كردستان، لكن هم نسوا أنه في لغتهم العربية وفي ثقافتهم، وحتى من يقول أنه في القرآن في كلمات بالآلاف وهي ليست عربية وفيها أغلاط. مثلا هناك كاتب أمازيغي يقول لك أنه في أكثر، أنا نسيت اسم الكاتب، في أكثر من 800 كلمة يونانية داخلة في القرآن. وعندك مثلا الدكتور الكاتب الفلسطيني الكبير اللي عايش في سويسرا، النبي ديب أو سامي ديب، نعم، هذا ذاكر أكثر من 2500 خطأ يعني نحوي ولغوي في داخل القرآن، ومرجع القرآن إلى يعني التسلسل. والكثير من الكلمات العربية هي ليست عربية، الكثير منها فارسية، الكثير منها كردية، مثلا فردوس، جنة، جهنم، هذه ليست كلمات عربية وموجودة بالقرآن. مثلا السريان يقولوا لك مثلا كلمة مكة ومدينة والرياض هذه أصلا مو عربية، ويرجعون إلها إلى أصول السريانية. لكن هذه عائدة بالنسبة للتفكير الفاشل، الأيديولوجية الفاشية، الأيديولوجية الإقصائية. أنا فقط والبقية لازم ينصغرون في العروبة، نحن والعروبة، العراق هو جزء من الأمة العربية. صحيح صحيح. طيب نيروز خلينا ناخذ نقطة أخيرة ونقفل الحلقة، لأنه بصراحة السكايب شوية يعني واضح زعج المشاهد. يعني خلينا نروح على الحدود الأكراد، وين متواجدين الأكراد؟ إذا سوينا دولة كردستان وين بتكون حدودها اليوم؟ يعني تفضل. نعم، هي الحدود طبعا هذه مسألة طويلة عريضة، بعيد عن السياسة. نحن عم نحكي الشعب الكردي وين متواجد، يعني وين الحدود الطبيعية، وين متواجد الشعب الكردي مثلا، وين بيكون تواجده الأكثر، الأكثرية بيكونوا كراد. يعني بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الانفصالية وغير الانفصالية، ما لنا علاقة، ولكن وين بتواجدوا الأكراد؟ يعني إذا تخيلنا اليوم كردستان على الخريطة مكان تواجد الأكراد، كيف ترسم لنا اياها؟ يعني تفضل. نعم، هي يعني نقول في كردستان العراق، وخلي اسميها بالاسامي الموجوده حاليا، في كردستان العراق وكردستان سوريا وكردستان تركيا وكردستان ايران. طبعا بالنسبه لنا كردستان العراق هي الجنوبيه، وكردستان ايران هي الشرقيه، وكردستان سوريا الغربية، وكردستان تركيا هي الشمالية. هذه هي بالوقت الحاضر الكرد، أكثرية الكرد اللي يسكنون في هذه المناطق، يعني في شمال غرب سوريا وشمال العراق و ساوث إيست تركيا، جنوب شرق تركيا وشمال غرب إيران أيضا. فهذه الحدود الموجودة يعني لكردستان. بالوقت الحاضر عندنا حكم شبه
مستقل بالنسبة لإقليم كردستان في جنوب العراق، عفوا في جنوب كردستان اللي هو شمال العراق، وفي عندنا في غرب كردستان اللي هو كردستان سوريا. عندنا شبه حكم مستقل، وإن شاء الله عم يتطور أنه ربما أنه هذه الحلقتين راح يتوسطون. نشوف إيش راح تصير يعني بالمستقبل، ما أريد نستعجل. أما ضمن يعني طبعا كردستان هي ضمن تقع ضمن إيران الكبرى، هذه أنا أتكلم الآن أتكلم عن كردستان الكبرى. كردستان الكبرى هي في شمال العراق، وبعدين عندنا بقعة من سوريا ومن شمال وفي تركيا وفي إيران، هذه كردستان الكبرى. أما بالنسبة للإيرانيين ما يعتبرونها، يعتبرون أنه إيران الكبرى اللي هي تقع في غرب آسيا وشمال الشرق الأوسط بمحاذاة جبال زاكروس وجبال طوروس، وبعدين هذه بعدين تجي إلى كردستان. هذه بالوقت الحاضر هو هذا حدودنا. والكثير من العرب حجتهم أنه كردستان ما راح تصير دولة لأنه نحن ما نطل على بحر. طبعا هذا كلام غير واقعي غير حقيقي. أفغانستان بدون بحر يعني شو؟ سويسرا بدون بحر، 42 دولة بدون بحر. هذا كلام غير واقعي، لكن هناك ربما راح يصير عندنا اتصال بالبحر، يعني من خلال إذا كردستان سوريا صارت، إذا غرب كردستان صارت، وإذا شمال كردستان صارت، يعني حتما احنا راح نكون بالبحر ونقدر ونستطيع أن نبيع نفطنا يعني بكل حرية. لكن إذا ما استطعنا أن نبيع نفطنا بكل حرية، فنقدر ندفع يعني بعض الضرائب مثلا إلى تركيا وغير تركيا أنه يباع نفطنا. هذه مسألة سياسية. بس أنت تفضلت أنه قلت أنه ما لازم نتطرق إلى المسألة الانفصالية، بس نريد حدود كردستان. كردستان هي هذه، يعني تقع هي كردستان محتلة من قبل أربع دول. هي حق، يعني حق للشعب الكردي يكون عنده دولته، عنده يعني حق من حقوقه. هذا لا يعني اللي بقول انفصال عن شو؟ عن شو انفصال؟ يعني العراق متى صار؟ كان العراق امبارح صار العراق بعد 1900 وكسور سوريا، لم تكن سوريا موجوده، يعني ما لبنان ما كان في، كل هالدول ما كان في. وهلا حاليا على كل حال يعني الحدود عم ترتسم، ويعني هل القوميين القومجيين العرب اللي مفكرين حالهم عم بيقولوا انه الاكراد انفصاليين؟ يعني خلي كانوا رجال، خلي يوقفوا هالترسيم الحدود اللي عم بيصير، كانوا رجال يوقفوا. يعني هو المساله لا بايدهم ولا بايد اهالي المنطقه كلها اصلا. يعني لا طبعا هي الموضوع ابعد من هذا بكثير. الشرق الاوسط هناك مخطط، يعني المخطط بدا قبل 50 سنه مش الان. الشرق الأوسط راح يتقسم إلى عدة دول وإلى تقسيمات صغيرة 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 من أجل مصالح معينة. يعني أنت تعرف أكثر ما عندي، مصالح أنه نفطية، مصالح اقتصادية، مسائل أخرى. والشعوب في الشرق الأوسط راح تمر نحو يعني الجهل والفقر والتغبين. هذه السياسة متعمدة. وطبعا أسهل وسيلة لتجهيل وتغبين الشعوب هي الأديان، لأن هذه الأديان ما تكلف لا الغرب ولا غير الغرب، ما تكلف شيء، أنه هي بس مجرد تحريض، أنه بعض شبكات الإعلام والتربية الدينية، وتطلع عندك هذا يقول أنا شيء، وهذا يقول أنا سني، وهذا يقول أنا ما أعرف إيش، ويتقاتلون إلى يوم القيامة. والنفط والأموال واليورانيوم والزراعة وكل شيء تروح لناس آخرين. هذه الحقيقة هي هذه الموجودة. بالنسبة للكرد أنه ما يحق لهم يصير دولة، الآن ذكرت في قول للمفكر والمؤرخ التركي الكبير الإنساني الكبير إسماعيل بشكتي، يقول أنا استغرب للعراق كردستان ولإيران كردستان ولتركيا كردستان ولسوريا كردستان
ولكن لا توجد كردستان لكردستان. لا توجد كردستان لكردستان. لا توجد كردستان لكردستان. يعني هذه إعجوبة. هذول العرب والفرس والترك أغلبيتهم، قصدي القوميجية القوميين، هذول اللي يقولون أنه ماكو كردستان، هذول لا عندهم ضمير ولا يستحون. لأن اللي يقول ماكو كردستان معناته يقبل السرقة ويقبل القتل ويقبل الغدر، وإذا كان يدعي الإسلام فهو أصلا لا علاقة له بالإسلام، أو إذا كان مسيح هو يدعي أنه كردستان ما موجودة، لا علاقة له لا بالمسيحية ولا بالإنسانية، وإذا كان علماني ويقول ما موجودة كردستان فهو غير علماني وإنسان غير شريف وإنسان مجرم وضد حقوق الإنسان وضد حقوق البشر، وأصلا هذا الإنسان ما لازم نعتبره أصلا إنسان، لأنه في نوعين من الأشخاص اللي عارضوا، في عربي أو تركي أو إيراني عارضك لأنه ما يعرف شنو كردستان وليش كردستان، وما يعرف أنه موجودين 50 مليون كردي على الأرض ما عندهم حقوق ومحتلين ومقدمين خدمات للبشرية وللإسلام خاصة وللعرب خاصة. هذا ما يعرف، هذا من واجبك أنه تعرف أنه تشوف الحقيقة، وعادة هذول يكون الناس طيبين. أما الشوفيني والفاشي اللي يقول لك انت ما عندك حق بالوجود، فانت لازم هيك تخلي بوجهه تقول له انت اصلا ما عندك حق بالوجود، وما تعتبره اي اعتبار ولا تحترمه ولا تهتم به، واذا عاداك فعادي مرتين. يعني ايش راح يصير اذا الدنيا كلها تعادينا؟ عدنا جبالنا تحمينا. فاكو اثنين من البشر، واحد ما يعرف، واحد يعرف عمدا ويريد يدعي انه هو عند الحق. هذا يسرقك يسجنك، يحتدي على اعراضك، ياخذ ارضك، ياخذ اقتصادك، كل شيء، ويقول انت ما عندك حق بالوجود. طيب انا ليش راح اعتبر هذا اصلا انسان؟ ما اعتبره انسان. هو بصراحه يعني هل العروبيين القومجيين الاتراك كانوا ولا العرب كانوا ولا الايرانيين، يعني عنصريه فاشين كهتلر وغير هتلر، يعني صدام ولا الأسد ولا هذا أتاتورك ولا هذول أصحاب العمائم، هذول الإيرانيين يعني شوية حسالة شوية بقر. يعني الشعب الكردي موجود من قبل العرب وقبل الأتراك ما يكونوا موجودين في المنطقة، وهم الأصليين يعني موجودين وحقهم يكون لهم. يعني هلا خلينا نروح على دولة قطر اللي هيك أدى كم واحد فيها، ونحن ما لا ننكر عليهم يعني كلهم حق في دولة، ولكن شعب كامل 50 مليون أقل تقدير، وشيل كمان 20-30 مليون يا أخي لهم حق يكون عندهم دولة، يتكلمون لغة واحدة، ثقافة واحدة، تاريخ مشترك واحد، يعني كل صفات الدولة موجودة، وكل الدول هيك يعني نحن لا ما منتعصب لدولة لقومية معينة، ولكن لهم حق مثل كل الشعوب. يعني ليش الأتراك يكون لهم دولة، العرب يكون لهم 20 دولة، ليش الأكراد ما يكون لهم دولة واحدة؟ يعني شو هالازدواجية في المعايير؟ يعني الكويت قد الفستيكة، قطر لسه عفستك. يعني شو واحد يسمي؟ فالأكراد حق طبيعي، واللي عجبه عجبه، واللي ما عجبه ب60 ألف جهنم يطرق راسه بالحيط يعني. طبعا يعني أنا معك 100%. أخذنا هو هي المسألة أنه الكرد راح يزورون دولة، يعني لابد من عدها، يعني هذا مش يعني حلم، عم يتحقق، والدولة الكردية تحققت يعني سنة 1946 بالرغم من المؤامرات، مؤامرة روسيا زمانها والشاه ضدها. يا ريت تحكي لنا على جمهورية مهابات، تفضل. نعم، هي جمهورية مهابات كيف حدد؟ انه جمهورية مهابات قبلها كان في عصبة اسمها عصبة الامم، لا اسمها عصبة جيانوي كردي، يعني عصبة الحياة الكردية او عصبة الاحياء الكردية، يعني إعادة الحياة إلى الأكراد الكرد. هذه كانت عصبة تقدمية
شكلت سنة 1942 على ما أعتقد 41-42 فيما هذا مجموعة من الناس المثقفين شكل هذه العصبة في تلك الفترة سنة 1941 إيران احتلت من قبل الإنجليز، جنوب إيران احتلوها الإنجليز وشمال إيران احتلوها الروس، لأنه الشاه كان بالرغم أنه الشاه هو أجل الحكم من قبل الإنجليز، ولكن بالأخير قام يغازل الألمان لأنه الصناعات الألمانية كانت قوية والتجارة الألمانية والاقتصاد الألماني كان قوي مع إيران، والألمان والإيرانيين كانوا يعتبرون نفسهم من الشعوب الآرية والشعوب الآرية الإيرانية والأفضلية للإيرانيين، فبالنسبة للألمان كان عندهم أنه هذه النظرة إذا هم صار عندهم قوة في منطقة الشرق الأوسط فلازم الشعب الآري هو اللي يحكم في الشرق الأوسط، ومن اللي راح يحكم؟ طبعا الشاه إيران راح يحكم، ومن ضمنهم الآريين الآخرين، مثلا ضمن الآريين هم الكرد، الأذربيجانيين، البلوج، هذول كلهم يعتبرون آريين. فهذا كان المخطط، انه تفكير هتلر انه الشعوب الآرية تقسم الى ثلاث اقسام، القسم الألماني هو أرقى آريين، وبعدين تجي اقسام اخرى ضمنهم الآريين الإيرانيين. بسبب هذه السياسة الإنجليز خافوا، احتلوا جنوب إيران، وباتفاق مع الاتحاد السوفيتي روسيا احتلوا شمال إيران، وفرضوا على الشاه أنه يتعاملوا مع روسيا والبريطانيين حتى يهجمون على مناطق هتلر القوية في المنطقة. فالعصبة هذه تشكلت سنة 1942، بعدين بسنين أخرى اجتمع لها القائد الكردي العظيم القاضي محمد. القاضي محمد هذا كان قاضي وكان مثقف جدا وكان يجيد خمس لغات، يتكلم اللغة الكردية والفارسية بطلاقة والإنجليزية والألمانية والفرنسية، كان يتكلم هذه اللغات، كان عنده ثقافة عالية وكان إنسان عادل. فهذا استغل الفرصة لأنه أربع سنوات الحكومة الإيرانية ما موجودة بالمنطقة، من سنة 1941 إلى 46 ما كانت موجودة الحكومة الإيرانية بالمنطقة، فاستغلها أنه يشكل دولة. قبل ما يشكل دولة انضم إلى هذه العصبة، بعد سافر إلى روسيا إلى موسكو، هناك قالوا له يابا أنت إذا تريد تشكل دولة كردية لازم تغير اسم العصبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى يشمل جميع المنطقة والشعوب الموجودة بالمنطقة، وبعدين يكون اسم لائق للدولة الكردستانية. فرجع وطبعا سوى اجتماع مع حزبه وغير اسم العصبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. طبعا ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني صار أمل بالنسبة لشعوب المنطقة كلها. وكان ذلك الزمان قائد عظيم آخر موجود في جنوب كردستان في كردستان العراق اسمه المرحوم ملا مصطفى البرزاني. ملا مصطفى البرزاني أو بعدين لقب أنه بالجنرال برزاني، هذا مع عتايرته مع المؤيدين ماله راح من كردستان العراق إلى كردستان إيران أو كردستان الشرقية وانضم إلى القاضي محمد، و قال له انا جايب بالروح وبالدم وبكل شيء وبالعشيره وبكل شيء ومع المؤيدين مالي، كلنا احنا تحت خدمه هذه الجمهوريه، هذه الجمهوريه بالنسبه لنا جمهوريه مقدسه. فالقاضي محمد جعل المرحوم القائد الخالد ملا مصطفى البرزاني كوزير دفاع عام، طبعا هناك صار جنرال وصار وزير دفاع للجمهوريه. طبعا بعدين صار اتفاق بين بريطانيا وبين روسيا وانه يلغون يسقطون جمهورية مهابات اللي كانت مدعومة من قبل روسيا يعني بالاساس، وجمهورية اذربيجان اللي كانت اصلا يعني شبه يعني مندمجة مع روسيا، لانه الرئيس جمهورية أذربيجان اللي نسيت اسمه الآن اسمه هو كان شيوعي قديم وكان أحد الشيوعيين الإيرانيين قديما،
اللي مؤسس الحزب الشيوعي الايراني، وبعدين بيتفاهم مع الروس، قالوا له يابا انت شيوعي من عندنا وبينا ومننا، فتعال هذه اذربيجان انت تصير رئيس جمهوريه. فعند ما صار اتفاق بين البريطانيين وبين الروس على انه اعطاء القوه للشاه مره ثانيه، وانه لازم تسقط بعدين الكرديه، فرئيس دوله اذربيجان هذا انهزم، الى التجا الى موسكو، لانه كان شيوعي قديم اساسا، فالتجا الى موسكو وقال للقاضي محمد انه انت لا تفضل معي وياي، لانه خلاص الامر انتهى، انه اتفقوا علينا انه هذه الجمهوريتين ما تبقى. فبعد 11 شهر من عمر هذه الجمهوريه، القاضي محمد الشهيد، قاضي محمد هذا القائد العظيم، قال للرئيس الاذربيجاني انت روح، الله وياك، انت روح روسيا، بس انا ما راح اجي، انا ما راح اتخلى عن شعبي، انا ما اتخلى عن قوميتي ولا عن دولتي، انا عندما صرت رئيس لمهابات اقسمت على القران امام شعبي انه لا اخون شعبي ولا اتخلى عن شعبي ولا اخون دولتي. الان اذا انا اروح وتصير حرب، فالدوله الايرانيه راح تيجي وتبيد شعبي، وشعبي غير مسلح يعني. هو بالاساس اساسا المرحوم والله مصطفى كان نصحه للقاضي محمد هو ان لا يروح الى طهران، لانه راح يقدرون به وراح يقتلوه، لكن هو قال لا انا راح ابقى، واذا يريدون يكون القبض عليه فخلي انا اللي انعدم ولا شعبي. طبعا المرحوم والله مصطفى ما استسلم للايراني، هو قاتل، وبعدين من هذا راح بعجوبة وصل إلى حدود روسيا هو مع المؤيدين، مع 500 مقاتل. وطبعا قبل ما يروح إلى روسيا قال للمقاتلين الآخرين، قال أنا رايح في طريق الموت، ما أعرف أنه راح أموت أو ما أموت، اللي يجي معايا خلي يجي، اللي ما يجي معايا خلي يروح الله وياه، خلي يرجع العائلة. ف500 من هالأشخاص طبقوا إلى المرحوم الله مصطفى وراحوا قتالا مع الحكومة الإيرانية، راحوا وصلوا إلى الحدود الروسية، ومنها بعدين التجوا الى روسيا، وبعدين روسيا هي بعثرتهم، كل كم واحد ودتهم لمكان، والمرحوم والله مصطفى بقى في روسيا الى 12 سنه الى زمان المرحوم عبد الكريم قاسم عندما استلم الحكم، فهو رجع كقائد واستقبلوه في بغداد، يعني استقبال الابطال، استقبلوا البرزاني. فالمرحوم القاضي محمد ما راح، ما تخلى، والحكومه الايرانيه غدرت به وحكمت الإعدام عليه وعلى ابن عمه وعلى القيادة الموجودين في جمهورية مهابات. وهو قال أنه أنا شكلت الجمهورية أنه أنت ما موجودين، صار لكم 4 سنين ما موجودين، فأنا شفت من الضرورة أنه هذا الشعب بحاجة إلى قيادة، ومن حقنا أنه إحنا كناس كبشر كشعب وكمسلمين أنه يكون عندنا دولة، فشكلت هذه الدولة وما تخلى عنها. الحاكم مزق العلم الروسي قدام عين القاضي محمد، قال هذا علمكم هذا مزقه، فقال له ضحك، قال له انت هذا العلم اللي مزقته هذا علم روسي، هذا مو علم كردستان، علم كردستان انا اعطيته للبرزاني، للمنظمه صفا برزاني، وهو رايح لجبال كردستان، وانت الى مليون سنه اذا تروح ورا ما راح تلقيته ولا تلقي القبض عليه. فانتهت جمهورية مهابات بعد 11 شهر، لكن قدمت الكثير، لأنه المرحوم القاضي محمد كان إنسان مثقف، وعائلته كانوا من الناس المثقفين، كانوا قضاة بالمنطقة وكانوا أقوياء. فقدم مثلا أول مرة قدم حقوق المرأة، مساواة المرأة مثلا، حقوق للعمال، للفلاحين، شكل جيش كردي، يعني جيش كردي مضبوط شكل، وأول مرة أطلق على كلمة مثلا الجيش بيشمركة. طبعا كلمة البيشمركة هذه كلمة كردية تتشكل من كلمتين، بيش معناتها المقدمة، مركة معناتها الموت، يعني في مقدمة الموت، أي معنى الفدائي. هذا في جمهورية مهابات عندما كان الأكاديميين يتكلمون يريدون كلمة غير عربية وغير تركية حتى يطلقون على الجيش، فالأكاديميين كانوا يتكلمون لمدة أيام حول أي كلمة يستخدمونها، ما توصلوا إلى شيء.
صار كان هناك واحد تشايتشي يودي الشاي للأكاديمية، فقال شنو الخبصة هذه؟ أنتم يومية تتكلمون حول كلمة نلقي الجيش للمقاتل. قال لي إحنا دا نناقش ما توصل إلى حل. قال والله قديما عند الأكراد اللي كان يستشهد من أجل القضية الكردية كان يسموه إيش مرقة، يعني الفدائي أو قبل الموت. فأنتوا ليش ما تسموه إيش مرقة؟ فالأكاديميين فكروا بيقى والله هذا الشاجي يعرف أحسن عندنا، فسموا الجيش باسم البيشمركة. ومن ذلك اليوم يعني هذا بشكل مختصر. طبعا هناك الأكاديميين والناس الكرد اللي يعرفون تاريخهم بشكل مضبوط أكثر من عندي، لأنه هذا اللي أقوله هذا ما من خلال تجربتي ككادر سياسي وكفنان وكعشت. أنا عشت يعني في أربعة أقسام كردستان وسجنت في أربعة أقسام كردستان، فهذه هي معلوماتي البسيطة المتواضعة بالنسبة لكم، وأرجو أنه تنال رضاكم. أنا بتشكرك كثير أخي نيروز بصراحة، يعني مثل ما بقولوا في كثير أشياء أنا ما كنت أعرفها وتعلمتها من عندك، وأنا بتمنى من أصدقائنا إذا في مختصين بالتاريخ الكردي بالثقافة الكردية ممكن يتواصلوا معنا ونقدم حلقات نعرف الناس مين هم الأكراد، يعني بتمنى هالشيء هذا، وبس يعرفوا مين هم الأكراد. يعني المشكلة شعب مظلوم، شعب وجه بكل أنواع القمع، يعني من أتاتورك لصدام للأسد لملالي إيران، يعني هي بالعصر الحديث، ما بالك بالعصر القديم؟ يعني حتى استخدموا معنا الأسلحة الكيميائية، يعني صحيح. هم إذا يقاتلون كمقاتلين يعني رجال مع رجال مستحيل أنه يسيطرون على كردستان، لكن عندما استخدموا الأسلحة الكيميائية ما صار عندنا أي قوة. يعني بالمناسبة أنت دائما تسميني أخ نوروز والأخوة العرب يسموني بنيروز، طبعا هذه الكلمة نوروز هي أساسا كردية متشكلة من كلمتين، نو يعني نو نيو ني أو نيو باللغة الإنجليزية نيو، هذه تعطي معنى الجديد، روز معناتها اليوم، أو روز باللغة الإنجليزية معناتها الري يعني أشعة الشمس. يعني نوروز بالنسبة لنا هذا اليوم التاريخي بالنسبة لانتصار الشعب الكردي في العراق وفي تركيا وفي سوريا وحتى في إيران، بالرغم من الإيرانيين أنفسهم يحتفلون بعيد نوروز. عيد نوروز هو اللي كل 21 آذار بالنسبة لنا ككرد، أما بالنسبة للإيرانيين يطول تقريبا أسبوعين احتفال. بالنسبة أنك كرد 21 آذار من كل سنة واحتفال وطني، اليوم الجديد هو يوم الربيع وهو يوم الانتصار. ليش هو يوم الانتصار؟ لأنه تقال الأسطورة الكردية بأنه كان هناك حاكم طاغية وابتلى بمرض، هذا المرض أحدث عنده حياية أفعى اثنين، أفعى على هذا الكتف وأفعى على هذا الكتف، حي على الكتف وحي على هالكتف، وكان دواء لهالأفعى لازم باليوم يوميا اثنين شباب، عقول اثنين شباب تؤكل من قبل يعني الحياة الأفاعي. الأدمغة تؤكل. نعم الأدمغة تكون يعني أكل بالنسبة للأفاعي هذه. فربما تكون شابة أو شاب أو يكون شبابين اثنين أو شابات اثنين، فهذه الأفعى هذه لأنه الجوع فيوميا اثنين شباب يقتلون. فطبعا عندنا البطل كاوى الحداد حسب الأسطورة، هذا كان حداد وكان قوي وكان عنده جسم لأنه حداد، فهذا بقى عنده ابن واحد، البقية صاروا ضحايا هذا الحاكم اللي يسمى بالضحاك. فعندما اجى الدور لابنه الاخير فالضحاك قال انا ما يفيد انا لازم اروح، واتفق مع الكرد بالجبال قال انا راح اروح وراح احاول اقتل هذا الحاكم، اذا انا قتلت الحاكم راح اجي اشعل المشعل
فوق القصر، وعندما اشعل عندما تشوفون المشعل معناته هذا معناته هذه علامه الانتصار. وطبعا انتم لازم تجون تحتفلون ونكمل الانتصار. ففعلا راح الحداد، راح عند الحاكم، فالحاكم قال له ها انت جيت، وين الابن؟ قال انا جايب ابني، وماخذ معه الشاكوش ماله، فعلى اساس انه يوطي راسه حتى الافعى تاكل الراس. فهو لزم راس الحاكم الضحاك وضربه بالشاكوش وقطع راسه. وقطع راسه بعدين راح لفوق سطح القصر واشعل النار، وبذلك الكرد انه عرفوا انه الحاكم الظالم قتل. وهذه والشعله هذه شعله النار بمعنى انه الانتصار. طبعا شعله النار هي بالنسبه للشعوب الاخرى هي معناتها العلم والمعرفه. مثلا بالنسبه لليونانيين كان النار يعني شيء مقدس، وكان عندهم اله يعني زيوس هو المسؤول عن النار. فيثيوموليس هذا اللي سرق النار، هذا موضوع اخر حسب الاساطير اليونانيه. بس هذه ايضا بالنسبه لنوروز ولعيد نوروز والاحتفال نوروز، وبالنسبه للاسطوره اسطوره الضحاك. واحنا عندما كنا بالعراق مثلا زمان اذكر زمان صدام حسين، ماكو عيد نوروز يروح يمضي من عندنا اذا ما نعطي شهداء، وخاصه فنانين مطربين موسيقيين يغنون حول احتفال نوروز، والناس ترقص والناس يعني تشعل المشاعل، والحكومة تجي ويصير يضرب ويصير ضرب ويصير قتل ويصير اطلاق نار، وكله من اجل عيد احتفال نوروز. وبالعراق سموه احتفال نوروز هو احتفال عيد الشجرة، ما لا اي علاقة بعيد الشجرة. وكمان في سوريا اعتقد نفس الشيء، لا سوريا سووا عيد الام، عيد الام. على كل انا بشكرك كثير اخي نوروز. إذا في عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها تفضل. والله ما عندي أي كلمة أخيرة، أنا بس كلمتي إنه إلك أنا أشكرك جزيلك، شكر جزيل الشكر على استضافتي هذه المرة الثانية للتواصل مع الأخوة والخوات العرب، وخاصة الحلوين الجميلين عندهم غير المتطرفين القوميين. وكلمتي بالنسبة للأخوة يا با تمنطقوا تزندقوا، أمزح معكم مش تزندق لكن تمنطقوا تمنطقوا وتعلموا واركضوا وراء العلم وانسوا التخلف، اتركوا الأديان، اتركوا الخرافات، ابحثوا عن الحقيقة. الحقيقة الحقيقة والحقيقة هي نسبية يعني، لكن رجال تكلموا بالمنطق. كافي خرافات، كافي ذبح، كافي طائفية، كافي قومية. نحن كلنا بشر وكلنا عائلة واحدة، عشنا منذ آلاف السنين ونقدر نعيش إلى آلاف السنين بمحبة وبطيبة بدون حقد وكراهية ويعني التعسف والفاشية. هذه أمور لازم نخليها ورانا، وتحيا الإنسانية ويحيا جانو البطل الوليد. شكرا كثير أخوي، شكرا كثير. وأنا بصراحة يعني أضم صوتي لصوتك، ونتمنى أنه نكب الخرافات هاي على طرف، ونكب مسألة القومية على طرف، ونكب كل هالشيء. نحن بشر بالنهاية، ووين ما عشنا نحن بشر، بأي قطعة من الأرض نحن بشر. خلونا نتعايش بسلام وبأمان ونحب بعضنا، ويعني الحرب ما راح تجيب غير الدمار، يعني بالنهاية الحرب دمار. تفضل. آخر كلمة جانو، آخر كلمة، ما الفرق بين الخرافة والزرافة؟ تفضل. الزرافة لا تؤمن بالخرافة، هذا هو الفرق. تمام. شكرا كثير لك، شكرا كثير. إلى اللقاء أخي نيروس، إلى اللقاء. مع السلامة. طبعا شكرا للأخ نيروز، وأنا بشكركم أصدقائي على المتابعة، وأسفين كثير على المسألة الفنية هي، يعني ما قدر الأخ نيروز يكون معنا على الهانج أوت، كان الصورة كانت أوضح والصوت يكون أوضح، ولكن للأسف يعني
أظن مشينا الحال بسكاي، بس أوعدكم المرات الأخرى راح تكون على الهانج أوت، وأنا يعني كثير بعتذر على الموضوع هذا. على كل بكرة ما عندنا حلقة بنفس التوقيت الساعة 8 بتوقيت لندن مع الأخ سامي التونسي في حلقة الدعارة، تشريع الدعارة في الإسلام من القرآن. ويوم الأربعاء راح يكون عندنا حلقة يلا نتمسخر على الله مع حبيبنا رياض أمير البحث شجاع البغدادي. ويوم الخميس راح يكون معنا ابن كثير في حلقة جديدة من آيات إرهابية. ويوم الجمعة راح تكون معنا ست رانيا. يوم الأحد، يوم السبت راح يكون معنا أظن قبل الظهر راح يكون معنا الدكتور جورج نبي جلدة الحنفية، وبعض الظهر راح يكون معنا كريم العبيدي في حلقة عن الأمازيغ لنشوف الثقافة الأمازيغية، تاريخ الشعوب الأمازيغية. يعني بصراحة نحن ما بنعرف عنها شيء يعني، فبنحاول نشوف الشعوب هي اللي مضطهدة كانت من قبل المسلمين وقبل الإسلام ومحتلة لحد هالساعة هي من قبل هالفكر الصحراوي هذا. بشكركم كثير أصدقائي، ولا تنسوا أن تشاركوا الحلقات هاي بشير، يعني بتساعدونا بنشر هالفكر، نشر الوعي، نشر الطريقة العلمية خلينا نقول في تفكيرنا المعتمد على الخرافة للأسف الشديد. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.